قلت هذه محطه من المحطات ديال الرحله ديال اليوم. ان شاء الله غنخليكم تشوفوا شي لقطات من هنا، واخا تراني درت واحد المره ان شاء الله حتى الفيديو القديم غتلقاو الفوق، لان كان داخل مع المسبح ديال الاكو. يلا اخوتي نخليكم بلا ما نطول عليكم. الزرده القديمه راه فيها واحد الاصلاحات في اطار التهيئه الحضاريه. نحن امام قصر ابو عام، غادي نديروا واحد الجوله في السوق المركزي وغادي نمشيو نتغداو. خليكم اخوتي. دابا حنايا كنتغدا واحد المقادير بقى تمازيج تمازيج كما قال السي خالد. المهم ان شاء الله غادي نتغدا ومن بعد غادي نمشي نخدم ان شاء الله بمزوبه. طريقه ما يشرف كما شفتو راه دوزناه داكشي كامل راه دايزينو. المهم حنا راه طالعين هذاك الشيء برك. المهم هذا الفيديو فيه غير اللي كنعاودو كنعاودو، ما عندكش اللي ما كنعاودوش غادي تشوفو كامل، واللي كنعاود انا ما غاتشوفوش. هو دا هذا السير عرفتي اخوتي، هذا السير خصنا نديرو ليه فيديو فيه الرابع. هذا خصنا نديرو ليه فيديو خاص به بلا من هذا الفيديو راه سحر. واخا راه قليل مين دابا المشكل ما غاديش نتفرجوا للماتش، هذا هو الاساس. خصهم يوقفوا لنا نتفرجوا للماتش. اي لا ماتش ماتش دويده دويده غادي ماشي مشكل. حنا الباز وصل الصباح نتفرج. حنا جايين لدار قناوة بخملية، تلاقينا مع الناس ديال قناوة تيبنيو الدار ديالهم. اجيو معنا وشوفوا القضية اللي تتسمى في تافيلات بركز، كيفاش الطريقة تتكب الطين اولا ترابو هو مفزك و تيقومو بركزو بعد ما تيوضعو واحد الحديدات باش تيكاليو. المهم خليونا نمشيو دابا لقناوة ونشطو. كما قال لكم خويا خالد، تلاقينا بالناس كيصوبوا ركزا هما كما شفتوا. دابا غادي ننتقل لواحد الرقصه فولكلوريه كتنتمي للمنطقه. ان شاء الله الناس ديال الخمليه غادي يديروا لنا واحد الوقفه ولا واحد الوقفه فنيه من هذا الفولكلور. شحال من واحد كيجي لهذه المنطقه ما كيزورش؟ مزيان انك تزور بحال هذه المنطقه وتشوف وتكتشف هذه المواهب وهذه الناس.
ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم هذا الوصله الفنيه وتكون شي حاجه جديده درتها في الفيديو. يلا اخوتي نخليكم معنا وبقاو معنا ويلا. دابا مرزوقه ثم البيت ديال مرزوقه حتى يجبناه معنا باش نديروا هذا الفيديو. المهم دابا حنا في مرزوقه، جينا مرزوقه دي اخر تقريبا محطه في الفيديو. الا كان الفيديو تقسم على لا ما عرفتش شنو نديروا، واش نقسموا على جوج واش نديروا بارتيه وحده. المهم الا كان تقسم على جوج غتشوفوا دابا اخر بارتيه، كان بارتيه وحده راه غادي يكون ان شاء الله هو هذاك. نحاولوا اننا نديروا واحد الفيديو مختصر ويكون فيه اجمل البلاصه ولا المناطق اللي العصاره ديال هذا الفيديو ان شاء الله. وباذن الله نتمنى ان الفيديو يعجبكم. تقريبا دي اخر بارتيه، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر.